خير مشاهدينا الكرام، مره ثانيه وصلنا الى فقره الضيف اليوم. ضيفتنا عرفنا بالاستوديو الدكتوره شدى الخياط، دكتوره اخصائيه بالنسائيه والعقم وايضا التوليد. صباح الخير دكتوره. صباح الخير على دكتوره. اهلا وسهلا. صباح الخير. اهلا وسهلا. يمكن من المواضيع المهمه اللي تهم الشارع العلاقه، اللي تهم الشخص اللي مقبل على الزواج حتى او اللي متزوج يعني ويعاني من هذه المشكله، راح تفيدي هوايه انت اليوم. موضوع التشوهات الخلقيه شلون نقدر نتخلص من عندها وشو السبب؟ بالبدايه اشكركم جدا على ممنونه جدا على رحابه الاستضافه هذه لاول مره ان شاء الله، على ان شاء الله من منبركم نفيد المجتمع عموما ونفيد المراه العراقيه خصوصا على وجه الخصوص. الموضوع هو جدا متشعب ويرجع الى ما قبل النية الى الحمل. يا ريت احنا نشوف الكابل الثنائي الزوجة والزوج قبل ما يفكرون بالحمل، لان اكو فد بعض الحركات وبعض الاستشارات والنصوح اللي ممكن نقدمها للثنائي حتى يتجنبون بها الكثير من المشاكل اللي تجلب لهم إلى داخل عشهم الزوجي. بعض الأحيان مشاكل في غنى عنها، هم تنغص عليهم حياتهم لسنين طويلة، وبعض الأحيان ما إلها شارة ولا حل. نجي على البيبي في رحم أمه، هو كبصمة اللي يتركها اللي يأسسها الزوج والزوجة في النطفة هي المراحل الأولى الجنينية، الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل هي اللي تترك البصمة الأثر القوي في تكوين هذا البيبي. أما بقية الأشهر من الحمل الستة الأخرى الوسطية والأخرى، إحنا نقسم الحمل إلى الترامسترز، الترامستر الأول والثاني والثالث اللي هي كل ثلاث أشهر. فالثلاث أشهر الأولى هي اللي تحدد كيف راح ينبني هذا الطفل، شون راح يكمل. فالأساس هو في المراحل الجنينية الأولى. بهالبصمة هذه أول من قلت بصمة أكيد راح يدخل يجي يتبادر لذهنك هي البصمة، هي الدي أن أي، والدي أن أي هو الكروموسوم. يا عيني على الشطورة. فالكروموسوم هو وين نلقي العيوب، وين نلقيها أكثر شيء بالكروموسوم؟ بالأقارب، بزواج الأقارب. هذا أول شيء. أفضل مثل عندك في اللغبطة والخربطة اللي تصير بكروموسومات والزواج الأقارب هم الفراعنة. إذا ترجع بالتاريخ إلى الفراعنة تشوف أنه كان موتهم مبكر، كان عندك القناع الذهبي اللي هو أبرز مثال يعني للجمال والقوة، هو قناع الذهبي مال توت عنخ آمون اللي هو يخفي خلفه تشوه قوي من وجه كلش قبيح للفرعون، وظل طول حياته مغطي وجهه بهذا القناع. ليش؟ لأن كان الفرعون يتزوج أخته. فإحنا بالدول العربية والميدل إيست، خلينا نقول الشرق الأوسط، كلنا الوارد عندنا أنه يتزوج بتعمة، تتزوج أصلاً ينهي عليها بالبداية وبالهذه. فيا حبذا لو بس نراجع نفسنا قبل ما ننهي وقبل ما نقبل على هيك خطوات، هل إحنا عندنا مرض عضوي؟ هل عندنا مرض نفسي؟ هل عندنا، لان هذا راح نقطفه باطفالنا بعدين، من وراح تزيد العلامه وتطوخ اكثر بالاحفاد. العفو دكتور، يعني اكو عوامل وراثيه هي اللي تكون مسببه، صح؟ نعم. مثلا العوامل الوراثيه من تكون انه يصير خطا بالكروموسومات نقدر نعالجها؟ لا، احيانا ما نقدر، ما تعالج وتكون مقابلك تضل طول العمر. يعني اذا مثلا امراه عندها انيميا البحر الابيض المتوسط، الثلاسيميا، السيكل سيل انيميا اللي هي فقر دم المنجلي، هذه راح تتوارث وراح تبقى بالطفل وتظل تعاني منها الاسره لسنين طويله وطول حياه الانسان. هذا بالنسبه للكروموسومات والجينات، وقلنا نلمس اكثر شيء في زواج الاقارب. عندنا الاسباب الاخرى الالتهابات بها العامه
اللي تصيب الجسم عموما وبها الخاصة الالتهابات المهبلية. نقدر نجمعها كلها في كلمة تورتش يسموها، يعني حتى عندي مريضات مثلا تسألني أسويت التورتش وطلع بي. التورتش هو اختصار للتوكسوبلازموسز اللي هي داء القطة، والروبيلا اللي هي سيئة الصيت الحصبة الألمانية، والإتش آي في اللي هو الإيدز، وكذلك الالتهابات الفيروسية سي ام في، اكو فيروس اللي اسمه سي ام في ما اعرف ما له اسم بالعربي او بعض الاشياء ما تترجم للعربية. فهذه اكثر شيء، واكثر الالتهابات اللي سابقا كانت وهسه انتهى يعني دورها هو السفلس، كان كلش مؤذي ويؤذي الاجنه. الحصبة الألمانية مثلا تسوي استسقاء، تشوف رأس الطفل يكون متروس بالماء وجسمه متورم، وتسوي استسقاء بالطفل وبالمخ خصوصا، وتسوي عيوب بالعيون، وتسوي ثقوب بالقلب، وبها مساوئ كثيرة. وممكن تجنبها بالحملات اللي تصير بالإعداديات بالمدارس الإعدادية للبنات، هاي موجود اللقاح لها. داء القطة أيضا من الأمراض الشهيرة السيئة الصيت، أنه تأثر على دماغ الطفل وتسوي عنده فتوق وثقوب بالنخاع الشوكي وتغير رأس الطفل. الالتهابات، كل التهاب إلى أكل كلاميديا أكل الجونوريا، هو هذا هم يعني يأثر على الأجنة. وكل واحدة ولها علاجها ولها خصوصيتها. دكتورة أذن للمقاطعة، نعم. عادات سيئة الشخص يمارسها سواء كان ذكر أو أنثى مثلاً استخدام، يعني نسمع هواية أشياء إحنا في مواقع التواصل الاجتماعي اللي تنتشر هواية، فعن طريق شو نعرف صدق لو لا استخدام التليفون أو استخدام اللابتوب أو الجلوس بجانب التلفزيون، هاي الأمور لها علاقة بتشوهات الخلقية. جميل هذا. إلى علاقة بالإجهاض أكثر، يعني أكو بعض المريضات اللي خصوصاً اللي يكون مكان سكنهم قريب من المراكز الإرسال مثلاً الضغط العالي، هذا نشوف أكثر شيء يصير عندهم إجهاضات. فاللي يسوي الإجهاض، ليش يجهض الجنين بالبداية؟ لأنه يكون بعيب كلش قوي بحيث ما يقدر يكمل الحياة أحياناً. فأكيد إذا نقعد ندرس ونزرع ونبحث أكيد راح نلقي تشوهات. واحدة من الأسباب. زين دكتورة، إحنا أهم شيء خلال الأشهر الثلاثة الأولى إنه الأم لازم تحافظ على صحتها. يمكن أحيانا عندها نقص بالكالسيوم، أحيانا عندها الفقر دم، أكيد تأخذ أدوية. أكيد. هذول هم يأثر على الطفل. أكيد. ولهذا الاستشارة ما قبل الحمل هي كلش مهمة. كثير من السيدات ينسون دور الفوليك أسيد. الفوليك أسيد وليس أسد وليس أكسد حسب ما يقولون المريضات. الفوليك أسيد هو من الأحماض الجدا مهمة في تكوين الدي إن أي، تدخل في تكوين الدي إن أي، يعني تدخل في تكوين البصمة مال الطفل، شلون راح يطلع شكله، شلون راح يطلع. يعني هم مو علموا، هم حوامل يستخدمون الفوليك أسيد يقولون يفيد شعر او البشره او هو مقوي مصحيح. هو مقوي، هو يدخل في تكوين الهيموغلوبين. الهيموغلوبين حتى يتكون بالدم، احمرار الدم، حتى دمك يكون احمر لازم يكون بفوليك اسيد وحديد وكالسيوم ومغنيسيوم وبروتين وكذا كذا شيء يجي باكيج من ضمنه الفوليك اسيد. فحتى يتكون وخصوصا الصفيحه العصبيه للجنين، يعني الدماغ والنخاع الشوكي، حتى يتكون بيرفكت وبشكل مثالي، الصورة المثالية للإنسان تتكون إذا الفوليك أسيد دائما موجود. كأنما أنت حضرتك دا تبني وما عندك طابوق أو ما عندك البلوك اللي تبني به. الفوليك أسيد يدخل بكل خلية دا تنقسم، يعني بس أول 3 أشهر تاخذه صح وبعدين تتركه. يا حبذا لو 3 أشهر قبل 90 يوم قبل الحمل تكون معبية جسمها بالفوليك أسيد. أكيد. بس هسه وصلوا بعض السيدات إلى ثقافة أكوية. يعني مستوى من الثقافة أنه ممكن أنه تستشير أخذ فيتامين دي دكتورة، أخذ فوليك أسيد، أخذ حديد، دمي زين، عبية نفسي بالهذه، أقدر أدخل هسه بالحمل، وزني تمام، أقدر أفوت هسه وأقحم نفسي في يعني الحمل والولادة.
فيعني جميل انه نشوف هالمستوى هذا من الاسئله من بعض المريضات والاهتمام، وهدفنا انه نوصل يوصل الوعي لكل السيدات من أكيد. ابسط سيده بالمجتمع الى ارقى مستوى. هذا بالنسبه للفوليك اسيد واهميته، و الفوليك اسيد يفتح لنا مجال على الادويه. الأدوية اللي قد تنأخذ بسوء استخدام وممكن تشوهن الأطفال. حتى ما نضحك واحد على الأخ، كل الأدوية ما عدا الفوليك أسيد والليفوثايروكسين اللي هو هرمون هرمون الغدة الدرقية، الليفوثايروكسين يعني الهتأثير. هذول فقط الأمينين أثناء الحمل، بقية الأدوية كلها تتقسم إلى أبواب كاتيجوريز الـ A و B و C و X و D و X عفواً حسب خطورتها وحسب إمكاني، يعني الاختبار اللي سووه على الحيوانات وعلى النساء الحوامل. أكثر الأدوية توقع ضمن خانة B اللي هي أنه مسوين دراسات بها على الحيوان وشافوا انه ما لها تاثير، واكو بعض الدراسات اللي تثبت انه ما لها اي تاثير على النساء ايضا. مع هذا همنا ما متمكنين جدا جدا من يعني ما ينحلف عليها انه ما راح تسبب لنا، لانه الدواء هو يراد له يطول عمره ويستعمل بكثره يلا نقدر نحلف عليه. عندش مثلا الاسبرين، ولو هذا بعيد عن موضوع الحمل، اسبرين الاطفال اسمه اسبرين الاطفال، هو مو تمام بس ما يصير يستعملوا الاطفال. صح. غلط جدا ان طبيب الاطفال يكتب الاسبرين لانه يسوي متلازمه ري خطيره، يعني هذا غير موضوع. اكثر من الاسبرين اكو دواء يعني 50 60 سنه عمره يمكن الدواء هذا، وهسه اكتشفوا انه يعني دائما المريضة تقول لي أنا أعرف نفسي حامل وبداية الحمل وخصوصا الأشهر الثلاثة الأولى وصار عندي التهاب لوزتين وأخذت كذا كبسول وأخذت، ما يصير هذا، هذا الكلام غير مسموح أصلا بي وممنوع أنه تأخذين دواء كيف ما بدالك. لازم تكون هناك استشارة ولازم يكون هناك ويا كل خطوة تخطيها أكو أحد يعني ديراعي هذا الحمل. الأدوية تفتحنا على غير أشياء من ضمن الأدوية، أدوية التجميل، أدوية خصوصا ما الأدوية لها علاقة بالأمراض الجلدية. ولاحظوا العلماء هسه والريسيرشز كلها أنه الفيتامين إي إلى علاقة جدا قوية بتشوه الجنين والتشوهات. طيب وهذا ما يعتبرش شيء عادي للنساء طبعا للأسف. أي أني يعني تروح الطبيب الجلدية، ولهذا أطباء الجلدية أني أحييهم لأن أكثرهم يعني يأكدون على المرأة هل أنت حامل، بس هذا يعني ما يصير بس تسألين، لازم أدز السيدة إلى تحليل الرقمي للحمل اللي هو البيتا اتش سي جي، مو تحليل مو اي تحليل عادي مال الحمل، مو هذا الهومستيك هذا ابو الخط والخطين، ولا تحليل اليورين اللي بالادرار، ولا هرمون الدم، البيتا. لا البيتا اتش سي جي تحديدا يجيني سلبي يلا ابلش ويا المريضه الدواء اللي اني دا خطط لها. طيب ترى انا سالتك على العادات اللي ممكن احنا نمارسها بدون ما ندري وتاثر على الجنين وتشوهات الجنين. هواية أكو راح أسألك هسه على هل هناك أكلات؟ الأكلات أو مشروبات أيضا؟ أي طبعا مشروبات الطاقة منعا باتا، يعني ما نريد نحكي بالماركات ونسوي دعاية لأحد. الأمور الطبية بالمصطلحات شوي صعبة على المواطن يعني اللي هو اللي يتابعنا عبر قناة سامراء الفضائية، يقول لك أنا أريد الشغلات اللي أفتهمها، نريد نحكي بما يفهمه المشاهد بالضبط. فمثلا أكو أكلات أو مشروبات بدون ما نسوي إعلام مثل ما أنت قلتي، المشروبات الغازية تأثر؟ المشروبات الغازية تحتوي علينا كلنا تأثر طبعا، فما بالك بالجنين. شوف هو أنت أو أني كشذا عندي تقنية الرشح الكلوي، أنا عندي تكنيك أنه أتخلص من السموم عن طريق الكلية والرشح الكلوي. الجنين ما عنده، البيبي ما عنده هذه التقنية، فراح تتراكم السموم بداخله، فما بالك إذا أنت تشرب كمية كبيرة من الكافيين
هذا راح يأثر، أنت أولاً راح يأثر على قلب الحامل، يسوي عندها تسارع، يسوي عندها خفقان، وبنفس الوقت يسوي تسارع وخفقان في البيبي بقلب الجنين، يعني النبض مال الطفل البيبي من 120 إلى 160. نشوف تسارعات، نشوف أريثمية يسموها، الخربطات اللي تصير بالنبض مال الطفل، أحيانا تعيش وياه بعدين من يجي طفل مشوه، صمامات قلبه أو ثقوب قلبه، في غنى عنها أنت، وخصوصا يعني أنت ما تقدر تسوي عملية فوق الكبرى لإنسان بالأربعين سنة، فما بالك إذا كان جنين تو طالع من رحم أمه. زين دكتورة، إحنا حكينا أنه على الديرما النساء لازم عندهم توعية من يروحون عند الدكتور تجميل. زين أطباء الأسنان أنه اللي يعرفه يمكن أيضا طبيب الأسنان له علاقة وهي الحمل، أنه بثلاثة شهور البداية ما يصير الأم من تكون حامل تروح عند طبيب الأسنان. أكيد. شنو تأثيرات قبل بس حبيت أنه بالنسبة للأمراض الجلدية الصبغات مال الشعر همينا بها خطأ، وخصوصا يعني أخاطب السيدات وخصوصا الحنة السوداء. الحنة السوداء يعني إحنا طول عمرنا نشوف الحنة هي براون أو يعني بني على أحمر. زين هذه الحنة السوداء هي بها مادة تحرق جلد الجنين وهو في أحشاء وفي جوف أمه، هذه بها البارافينيل أدرينامين المادة الحارقة للجلد، يعني بعد ما لا أستطيع أن أعبر أكثر من هذا الشيء. ما يهتمون أكو أنه عبد الله هي حامل تروح تصبغ شعرها عبالها شيء عادي، تقول أنا دا أصبغ شعري شنو اللي ينقل للقلب؟ أبد غير مسموح. فهذا الشيء الأصباغ الشعر المواد أي شيء ينحط على الجلد ترى هو يمتص عن طريق الدم ويروح للبيبي. أكيد أكيد يعبر، هو سيستم واحد ولو هو دم غير دمها وأكو تفاصيل دقيقة خاصة بي، بس هو في الأخير هم كتلة واحدة. هذا بالنسبة سألتيني عن الأسنان، عفواً الأسنان بيها شقين، بيها أولاً لازم المرأة الحامل تهتم بصحة أسنانها قبل ما تفوت للحمل. حلو. مو والله أنا أبدي أصير حامل وأتذكر أنه عندي تسوس بسني وأكو سن العقل مأذيني صار لسنتين، هذا يعني ما أعتبره فد شيء من الذكاء، أنه واحد قبل ما أدخل بالحمل أنا مخططة لهذا الطفل. ثانياً أبد مو لعبة، أبداً مو لعبة، أنه تجلب إنسان إلى الوجود ويكون هذا الإنسان مسؤوليتك من داي وان، من أول يوم إلى أن تسلم أمانتك أنت، هذا فتشي يعني لازم نفكر به، أنه سعادتنا من سعادته، صحته من صحتنا، والعكس صحيح. والطفل من يدخل للبيت وهو صحيح وهو كامل وهو بذكاء متكامل راح يجيب السعادة للبيت. أكيد. بينما تخيل إذا أنت كم الإحباط اللي يصير بالكابل بالمرأة والرجل إذا جاهم طفل عنده فتحة بظهرة مثلا أو عنده الإسباينا بيفيدا بسبب هي مثلا ما عالجت السكر أثناء الحمل، السباينا بيفيدا أو ثقوب بالقلب اللي هو الجراحة هسه إحنا يعني صعبة جدا بالعراق خاصة. طيب دكتورة، عفوا بس حبيت أكمل على الأسنان. الأسنان أولا لازم تكون سليمة، ثانيا ما يصير ناخذ أشعة للأسنان إذا إحنا ما متأكدين 100 مليون% أنه المرأة مو حامل، وهذه أخاطب بها زملائي أطباء الأسنان. حلو. لا بانوراما ولا غير بانوراما ولا أي، لأنه الإشعاع يعني يكفيك الحدث العالمي اللي صار بهيروشيما وناكازاكي في اليابان حتى تعرف كمثال على قباحة التشوهات اللي أنجمها هذا الهجوم من الإشعاع النووي والأشعة السينية. أكيد. تقريبا نفس الصيت عندها. طيب دكتورة أظن المقاطعة لأنه الوقت أعتقد راح داهمنا مو راح يداهمنا. أنا سبق وقلت لك أنه الموضوع متشعب فعلا الموضوع بس أنت كفيتي وفيتي يعني المعلومات اللي أخذناها عندك كافية ووافية. معلومة أخيرة أو نصيحة أخيرة توجيهها للنساء اللي تابعوك الآن على قناة سامراء الفضائية، للنساء المقبلات على الحمل أو هم
العقله في الحمل، سواء كانت المراه في نيتها انه تنجب طفل او هي الان حامل. نصيحة أخاطب بها زميلاتي طبيبات النسائية وأخاطب بها السيدات المجتمع عموما، أنه يجلسون مع بعض وقت أكثر، ينصحون بعض أكثر. أنا بالنسبة لي قد تنزعج مريضاتي بالانتظار، لأنه عبالهم يعني إحنا مضيعين الوقت نسولف بالعيادة، لأنه أجلس ويا مريضتي جلستين الحامل مهمة جدا. ما أقلل أهمية بقية الجلسات برعاية الحمل، بس الجلستين المهمة هي بداية الحمل أنصحها. واحد اثنين ثلاثة أربعة المسموحات، واحد اثنين ثلاثة أربعة الممنوعات، حتى باللبس، حتى بالنوم، حتى بطريقة الأكل، حتى بطريقة تعاملها ويا تليفونها ويا زوجها ويا حماتها ويا عملها. هذا بداية الحمل، شنو المسموح وشنو الممنوع. والجلسة الثانية لازم تقعد طبيبة النسائية ويا مريضتها بحدود 11 أسبوع إلى 13 أسبوع لتفاصيل الجنين يشرحون بي. حلو عبد الله، أنا قبل لا تنهي أكو شيء مهم يمكن إحنا ما ذكرناه. يلا وصلنا الوقت. النساء الحوامل دكتورة أكثر شيء إنه تشوفين عندها صيدلية ما شاء الله بالبيت وبالثلاجة حاطته، تشوفين عندها البروفين، تشوفين عندها السوبراكس، السوبراكس ما اعتبرته شيء كلش طبيعي، فشنو تقولي لهم عن هذول إنه يتجنبونه؟ أبدا ما آخذ أي دواء، اي ماده كيميائيه اخذها. شنو الباراسيتول؟ هو من خانه بي، قلنا كاتيجوري بي بس هم احيانا تعتبر ما في غير الفوليك اسيد والليفوثايروكسين، هي فقط الادويه كاتيجوري اي اللي هي مثبته علميا بالدليل الدامغ انه هي امينه، ما لها اي تاثير. حلو. الا الباقي كله بنسب من التاثير على الحيوان وكذلك على المرأة. يعني بس اثنين اكو سيف والبقية لا، الباقي ما ينحلف عليه اطلاقا. شكرا دكتورة، نورتينا معلومات كانت جدا قيمة، وانا متأكد انه الان اللي يتابعونه استفادوا ان شاء الله من المعلومات، من لقاءات اخرى ان شاء الله دكتورة. ان شاء الله انا ممنونة دكتورة، نورت صباحنا وكل الهلبيش، وان شاء الله الكل اكيد استفاد من عندك. الله يخليك، ممنونة جدا جدا. تسلمي حياتك.